أكد حسام البدري المدير الفني للأهلي أن الفوز على النصر يقرب فريقه خطوة من حسم لقب الدوري هذا الموسم أيضا، مشددا على أن النتائج لم تتأثر رغم الغيابات الكثيرة في تشكيله الأساسي. اي ثلاث نقاط بيقربونا للهدف بتاعنا، وفي نفس الوقت يمكن الفتره الزمنيه ما بين المباراه السابقه والمباراه اليوم طبعا يمكن اقصر فتره 48 ساعه بس، وانا عارف طبعا الظروف صعبه جدا سواء على لجنه المسابقات او علينا، لكن الحمد لله يمكن اتعاملنا مع المباراه النهارده برضو، وزي ما شفنا يمكن في 7 لاعبين النهارده ما بداوش مباراه الاسيوطي لكن بيبداوا النهارده، ودي الاعتبارات انا بقول الفتره الزمنيه. في نفس الوقت في بعض اللاعبين طبعا بينهوا فتره التاهل بعد عودتهم من الاصابه، فكان لابد النهارده مشاركتهم واراحه بعض اللعيب تجنبا لاي اصابات وتحضيرا للمباراه القادمه، ففي اشياء كثيره جدا داخله ببعضيها، لكن هو الاساس زي ما انا دائما بقول الفوز والثلاث نقاط مهمين جدا، فبشكر اللاعبين وبقول الحمد لله على الثلاث نقاط الحمد لله.